هو اكيد بيتشكلوا على لقمه او على اكل. اكيد اكيد. بقولك ايه يا طماطم، ما تيجي نساعدهم ونديلهم اكل يا طماطم؟ يلا تعالي، دي فكره جميله قوي. ايه ده يا طماطم، انت جايبه ايه معاكي في السله؟ يلا يلا يا توتا، جبت لهم جزر جميل قوي عشان ياكلوا. هو انت فاكراهم ارانب يا طماطم؟ امال هياكل ايه ده؟ في حاجه تانية في المطبخ عندكم؟ مفيش غير جزر، اعمل ايه يعني؟ تعالي نروح ناكله وخلاص اللي موجود بقى. خلاص تعالي نجرب نشوف هياكلوا ولا لا. لا لا، ما تبقاش اناني كده، سيبها تاكل معاك. انت بتعمل لها كده ليه؟ تعالي يا قطه يا جميله، انت تعالي. انت مقرب عليا كده ليه؟ استنى يا عم انت. الله، مقرب عليا قوي. ماما قالت ما تقربش نفسك من نفسي. الكلب ده مش نضيف خالص يا طماطم، عايش في الشارع شكله كده. نضيف بقى ولا مش نضيف، احنا ناخده جوه البيت وننضفه ونغسله بالشامبو ونربيه. ازاي يا طماطم؟ لا ما ينفعش طبعا نربيه يا طماطم، احنا هنساعدهم بس ونديلهم الاكل. انا عندي قطه وانت عندك كلب، انت عايزه كلب كمان ليه؟ عشان يتربوا سوا يا توتا، حرام نسيبه في الشارع. والله يا طماطم انتي قلبك طيب قوي. الله الله، في ايه يا عم انت؟ هتقتلهم كده ليه؟ يا 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 يا، انت ماسك في رجلي. سيب رجلي، سيب رجلي يا توتا. يا 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 يا، يا خبر يا طماطم، يا طماطم يا حبيبتي، كلمة عندي. يا نبي يا نبي، يا طماطم قومي، يا طماطم قومي، قومي تعالي. ما حدش يشيلني، ما حدش يشيلني. يا رجلي، يا رجلي. يا نهار ابيض، احنا لازم نكلم الاسعاف بسرعه. ايوه يا ماما بسرعه علشان يودوها المستشفى. يا حبيبتي يا طماطم يا حبيبتي. يلا يلا ارفع معايا. سلام عليكم. يلا يلا ارفع معايا، هي دي الحاله يا فندم. ايوه ايوه، شيلوها بسرعه، شيلوها. ايه ده، هي عضها ايه بالظبط يا مدام؟ عضها كلب، عضها كلب. يا رجلي يا رجلي. حاضر يا حبيبتي، عيطيش يا حبيبتي، دي بسيطه خالص، تاخدي كام شكه بالابره وخلاص الموضوع هيخلص. انت ليش مش عايزه اخد ابره؟ ما تشيلونيش، بصي خليهم يسيبوني يا طنط على ارجوكي، بلاش حقنة. واحد اتنين ارفع. ارجوكي يا دكتوره طمنيني، طمنيني هي عامله ايه؟ هي هتبقى كويسه مدام، ما تقلقيش، هي بس مجرد هتاخد لها 21 حقنه، كل يوم هتشرفنا هنا في المستشفى تاخد حقنه. يا رجلي، اخد حقنه ليه؟ حرام عليكم، انا ما عملتش حاجه. يا حبيبتي مش اي عرضه، وبعدين احمدي ربنا ان الكلب ده ما كانش متشرد ولا مسعور، ده كان مسبب لك مشكله كبيره. بس هو يا خبر ابيض. طب ودلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي يا حبيبتي معاك اول ابره، يلا جهزي بقى. لا انا ما اقدرش اشوف الموقف ده ابدا. تعالي بس ما تبصيش هناك يا طماطم، تعالي بصي كده في حضني يا حبيبتي. تعالي انا كمان يا ماما، ما اقدرش اشوف المنظر ده خالص خالص. اطلعي اطلعي انت يا توتة. لا انا همشي للممرضة ظهري، مش هبص زي طمطم. يلا يا حبيبتي يلا، خلينا بقى شطار وجدعين. مش عايزة اخد الابرة، ارجوكي ارجوكي مش عايزة اخدها. اي 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 اي، بس خلاص الابره، خلاص خلصنا. خلاص يا طماطم، خلاص الابره خلصت، ما تقلقيش. لا انا مش هفضل اخد ابره كل يوم، مش هينفع كده، اتصرفوا شوفوا حل تاني. اسيبكم دلوقتي يا جماعه ترتاحوا، وهلف لها الجرح بس على طول وها. ماشي ماشي. يا رجلي كمان هيلفوكي يا رجلي. يا رجلي. خلاص بقى يا حبيبتي ما تخافيش، الموضوع بسيط، ما تقلقوش، هتقلقي مامتك. خلاص يا حبيبتي كده رجليكي بقت تمام، ما تقلقيش خالص عليها يا مدام. كتر خيرك، ميرسي جدا يا دكتوره، متشكره قوي لحضرتك. اعمل ايه دلوقتي يا طماطم؟ اقول لمامتك ايه بس؟ ينفع اللي انت عملتيه في نفسك ده؟ اخدك بقى عندي ولا هوديكي البيت عند ماما؟ وديني عندك يا طنط على ماما، هتزعقلي ان انا لعبت مع كلب في الشارع. طب يلا يلا بس دلوقتي. اتفضلي يا مدام، تقدري تنزليها على الكرسي ده. متشكره ليك قوي، يلا يا طماطم. يلا يا حبيبتي يلا، ما تقلقيش، انا همشي بيكي بالراحه خالص. بالراحه يا
يا عم أرجوك بالراحة. ودي كانت حلقتنا النهاردة يا أصحابي، أتمنى أن هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك يا أصحابي للفيديو، وكمان شير وسبسكرايب للقناة طبعا. وكل اللي لسه ما اشتركش في قناتنا يشترك على طول ويضغط على الزر الأحمر اللي تحت الفيديو، وكمان يوريه كل أصحابه. نشوفكم مع حلقة جديدة. باي باي, باي, باي.